أرحبوا بالجميع. صباح الخير، مساء الخير. شكرا جزيلا لكم جميعا للانضمام إلينا، وأتمنى لكم يوما سعيدا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أنا اسمي دون روتليني، وأنا رئيسة لجنة المرأة والتربة النظيفة. يسعدني جميعا، يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم. قلبي مليئا بالعواطف والشعور الجميل بكل هذه التهنئات. جميلة سهار ستكون معنا، وهي عضو في اللجنة في البنبرد واضطرابات النزيف النادرة. ولكن قبل أن نقدمها بشكل رسمي لنستعرض جدول أعمالنا اليوم، سنغطي كيفية إعداد ابنة المراهقة، ما هو النزيف الاعتيادي وغير الاعتيادي، سيكون هناك نقاش عن فقر النزيف، ثم سيكون حديث عن أهمية التعاون ما بين أخصائي الأمراض النسائية وأخصائي أمراض الدم. وأرجو أن تدخلوا أسئلتكم في صندوق الدردشة. والآن يسعدني أن أقدم زميلتي دكتورة جميلة، وستقدم لنا الأعضاء المتحدثين. مرحبا جميعا، أريد أن أتمنى للجميع يوما سعيدا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أنا أحيي الجميع، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وأود أن أشكر الاتحاد العالمي للهيموفيليا وكذلك لجنة النساء والفتيات وترباط النزيف وكذلك لجنة فون فولبرن لعقدهم هذه الندوة. أنا متحمسة جدا وسعيدة جدا بوجود هذا الكم الهائل من المتحدثين. فلكم أيها السيدات الرائعات، هؤلاء كلهن متحدثات لديهم تجربة طويلة في ما يتعلق بالدورة الشهرية وضعف الذي فيها. هي الدكتورة مون، هي خبيرة في الأمراض النسائية، وكما إنها رئيس اللجنة في ماليزيا، تحدث إليكم عن كيفية التحدث والتعامل مع ابنتكم أو المراهقة. هل لك أن تقدمي عرضك دكتورة ميلين؟ شكرا لك دكتورة جميلة، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم. أنا فعلا أشعر أنه لشرف كبير لي أن أكون قد تم دعوتي للتحدث مع هؤلاء المتحدثين البارعين. سأتحدث إليك اليوم عن كيفية إعداد ابنتكم المراهقة لاستقبال الدورة الشهرية، أو حتى ابنكم لفترة النضوج. أنا لدي ابنة مراهقة أيضا، ليس هو حديث علمي، ولكن هو يتعلق بما الذي علينا أن نفعله، ولكنني أردت أن أستعرض الجانب العلمي قليلا. كثيرا ما تسألني صديقاتي عن هذا الأمر، عما ينبغي أن نتوقعه. أكيد أن الأمور التي تحدث تكون مختلفة، ولكن باختصار أن الصدر سيبدأ بالظهور، ثم شعر العانة، ثم الدورة الشهرية. وما أن تبدأ الفتيات في أن يكبر صدرهن بعد شهر سنتين تقريبا تبدأ الدورة الشهرية. أردت أن نستعرض الأسئلة التي كثيرا ما يطرحها المراهقون علي، وقد مررت بذلك في ماليزيا. طبعا ليس نفس الوضع عندما يكون بشكل افتراضي هكذا. ما هي الدورة الشهرية؟ عادة نقدم هذا للفتيات، نقول أن الدورة الشهرية هي عبارة عن عندما بطانة الرحم تزول، وهي تستمر 3 إلى 10 أيام، وهي تعاود الرجوع كل 21 إلى 44 يوم، وبالتالي هناك تنوع كبير. البعض يعتقدون أنها ستأتي في نفس اليوم في كل الشهر، وهذه أسطورة بالكامل. إذن هذا أمر مهم أو معلومات مهمة ينبغي أن نقوم بتبليغها.
السؤال الكبير هو كيف لي أن أعرف متى ستأتي دورتي الشهرية؟ طبعا ليس هناك إجابة محددة، فالوضع يختلف. لكن لديك أم أو أخت أو عم خالة أو حتى جدة بإمكانك أن تسيها، وأكيد ستكون في نفس النطاق. لكن هذا يحدث ما بين عمر 9 إلى 16 سنة، ولكن في العالم أجمع أصبحنا نرى الفتيات يحصلن على دورة الشهرية في فترات مبكرة. والآن إذا حصل أتت الدورة الشهرية قبل سن 18 فهي فترة مبكرة، ولكن إن لم تحصل الدورة الشهرية بعمر 15 فينبغي استشارة أخصائي نسائي. وإحدى أكثر الأمور المثيرة للقلق عندما أتحدث مع المراهقين والمراهقات، ما الذي سيحصل إذا حصلت على الدورة الشهرية أثناء المدرسة؟ هؤلاء الفتيات أصبحنا يقلقن من هذا الشأن. وما قمت بالنسبة لفتاتي، حصلت على حضرت لها مثل هذه كما ترون الأكياس، ووضعت لها الفوط النسائية في لكي يبدو الوضع جميلا. والمدارس في ماليزيا الآن أصبحت تشيد هذا الأمر، من الكثير من النساء المدرسات من النساء، وعددهم أكثر من المدرسين رجال، وعادة يكون لديهم ما تحتاجه الفتاة في حالة أن بدأت دورة الشهرية وهي في المدرسة. طبعا الجميع يقلق من الآلام الدورة الشهرية وما إذا كانت طبيعية. علينا أن نؤكد لهم أنه لن يصاب بها الجميع، وهناك أمور يمكنهم القيام بها للمساعدة. وإذا لم يكون متأكدين فإن طبيب الأسرة أو طبيب النسائي يمكن أن يساعدهم في هذه الحالة. في ماليزيا هناك موضوع مهم، هو أنه عندما لدي دورة شهرية يمكن أن أقوم بأمور كثيرة. في ثقافتنا أحيانا يقال بأنه لا، طبعا لا يمكننا الصلاة وممارسة بعض الممارسات الدينية أثناء وجود الدورة الشهرية. وبالتالي أحيانا هناك مفهوم خاطئ بأن الدورة الشهرية تعني أن الشخص الفتاة متسخة، ولكن دائما أؤكد لهم أن الدورة الشهرية جزء طبيعي من أنوثتنا، وأن علينا أن نعتنق ذلك وشعاري دائما. وأن الدورة الشهرية لديكم ينبغي ألا توقفكم عن أداء كل الأمور التي تحبونها. فهذه السباحة الصينية ثم التصفيق لها لتحدث عن تشنجات الشيء التي حالت دون حصولها على الميدالية الذهبية. أعتقد أنها قدوة نحتذي بها لكل الفتيات، أن كل شيء ممكن حتى عندما تكون لدينا الدورة الشهرية. ما هي المنتجات اللي يمكن استخدامها؟ هذا يدور في ذهنها، وهذه طبعا تفضيل شخصي. هناك الفوط النسائية، هناك السدادات القطنية، وهناك الملابس الخاصة. وأحد الأسئلة المهمة التي تطرح في ماليزيا هي: هل بإمكان الفتيات أو النساء التي لم يمارسن الجنس استخدام السدادات القطنية؟ دائما يقول لهم استخدموا السدادات الصغيرة الحجم، وهي تأتي بأحجام مختلفة، الأكبر لا تكون دائما أفضل. فكل شيء ممكن. إذن وإذا كنت قلقة اسألي المعني بالخدمات الصحية أو الطبيب، وبإمكانه أن يساعدك في هذا الشأن. هذا من الأمور التي يسألنا دائما: كيف نبقى نظيفين أثناء الدورة الشهرية؟ لا نحتاج إلى صابون خاص ولا مصحي خاصة، بس أشجع على استخدام أصغر الفوط النسائية وأصغر السدادات، وينبغي استبدالها بشكل متكرر والتخلص منها بالطريقة الصحيحة. الجميع يقلق عن كميات الدم التي تفقدها الفتاة أثناء دورتها الشهرية، ودائما أؤكد أن مجموع الدم الذي نفقده هو يكون قليل جدا، هو حوالي 4 إلى 6 معالق من الدم في الشهر، وهذا حوالي 18 مليلتر من الدم، وبالتالي هذا يعادل نصف كوب من السائل إذا ما أضفنا كل الأنسجة التي تأتي من الرحم. إذا شعرتم بأن النزيف كثير وأنه عليكم أن تغيروا فواتكم كل ساعة ساعتين، وأن هناك أنسجة كثيرة أو تجلطات كبيرة، فهذا الوضع غير طبيعي، وعندها عليكم أن تذهبوا وتستشيروا طبيبا.
إذا أين بإمكانكم أن تعلموا أكثر عن هذا الأمر؟ الكثير من الكتب المتاحة هناك طبعا الإنترنت، لكن خطر الإنترنت أن هذه المعلومات كثيرا لا يكون قد تم التحقق منها، وبالتالي اسألوا أي شخص تثقون به، الممرضة في المدرسة، الطبيب المدرسة، أو أحد من الأقرباء أو القريبات، ومدرسة، عمة، خالة، والدة، أو من بإمكاني أن يساعدكم، شخص تثقون به. كيفية التحدث بنجاح مع المراهقة؟ ينبغي أن نبدأ بسن مبكرة، وعلينا أن نكون متاحين وأن نكون من الأهالي الذي يمكن أن يطرح عليهم أي سؤال. ومثلا إذا كنتم تشاهدون عرضا من الكرتون إلى آخره، قد تسنح الفرصة المناسبة لفتح هذا الموضوع، وكونوا بمثابة الشخص الآمن الذي يمكن التحدث إليه، لا توصل الاستنتاجات، كونوا فاتحي الذهن عندما يكون تكون المراهقة مستعدة للاستماع لكم. لا أعتقد أن موضوع الحديث قد يكون خطأ أن نقول تحدث مع ابنتك المراهقة. أعتقد علينا أن نبدأ في فترة مبكرة. في بيتي ابنتي رأت بعض منتجات يستخدمها في دوشية، وسألتني من الذي أصيب بنزيف من الأنف، وأنذاك بدأنا بالحديث أنا وهي عن الدورة الشهرية. لقد سمتها بالريد بول لفترة طويلة، وقالت هل لديك الحدث الأحمر؟ وأنذاك كان أصبحت 3-4، كانت أنذاك أصبحت الآن هي 13 سنة، وأصبح النقاش بيننا مستمر. في السيارة دائما أجد أن إذا كنتم في السيارة أو كنتم منفردين معهم، سيكون وقت مناسب لفتح هذا الموضوع ولتسمحوا للحديث بالتدفق بطريقة طبيعية. أنا لا أحبذ استخدام أسماء مختلفة للمناطق التناسلية أو الأجزاء التناسلية، ينبغي استخدام الاسم الصحيح، ولكن ممكن أن تسألك أنت أمام الجميع ماذا يحدث في منطقة التناسلية إلى آخره، وهذا حدث معي من قبل، ولكن هذا يسهل الحديث إذا استخدمنا الأسماء المناسبة للمناطق التناسلية. لكن لو حدثت إساءة استخدام لذلك لكي لا يختلط الأمر، ويكون من السهل أن نحدد ما إذا كان الطفل يعاني خطر لو كان يستخدم الاسم الصحيح للمناطق التناسلية أو الأجزاء التناسلية. إذن متى ينبغي أن نشعر بالقلق بشأن الدورة الشهرية؟ لو لم تحصل ابنتكم على الدورة الشهرية بعمر 16 سنة، لو بدأت تطور الصدر لديها وكبران الصدر لأكثر 3 سنوات ولم تصب أو لم تأتي الدورة الشهرية، لو كانت تصاب بتشنجات شديدة ولم يخف الألم بالأدوية الملطفة، ولو كانت تواجه نزيفا قويا تحتاج إلى تغيير الفوطة أو السدادة مرة كل ساعتين، فهذه جميعها إشارات تستدعي أن تأخذها إلى أخصائي. تذكروا أن الدورة الشهرية لا ينبغي أن تمنعك من أن تعيشوا حياتكم الطبيعية. لو كانت لها أي تأثير فهذا ليس طبيعي، وربما ينبغي ذلك أن يكون بمثابة ناقوس الخطر ليجعلكم تذهبون لاستشارة الأخصائي. شكرا للجميع، وأتمنى لكم حظا كبيرا في التحدث مع ابنتكم المراهقة. لن يكون هذا الوضع سهل، ولكن أمل أن أكون قد سهلت الأمر عليكم بعض الشيء. شكرا لكم. شكرا لك يا مالين على هذا الحديث الرائع. أعتقد أننا سنؤجل الأسئلة حتى نهاية الحديث، وأود أن أعتذر. مفروض كانت تحدث مع بولا جيس، ولكنها أرسلت اعتذارا لأنها لا تستطيع أن تكون معكم شخصيا، ولكنها قامت بتسجيل عرضها، وستتحدث إليكم عن الدورة الشهرية الطويلة. هي بولا جيس، هي بروفيسورة في أمراض الدم، وهي من الرواد في المجتمع المعني، وسنسمع الآن العذر. ومرحبا للجميع، شكرا جزيلا لـ WHF ولمنظمين الدوتريوم، شكرا جزيلا لأنكم طلبني أن أتحدث عن الموضوع، موضوع يهمني كثيرا، وتحسين فهمنا للدورة الشهرية
الشديدة لكي نحسن من نوعية حياة الناس. ليس لدي أي إفصاحات. إذن الدورة الشهرية الشديدة هي مشكلة رائجة. بين 30-50% من الذين يبلغون عن وجود دورة شهرية شديدة، 30-50% ما يفعلون ذلك، وهذه من أكثر الأعراض شيوعاً لاضطرابات النزيف. 35% من الذين لديهم دورة شهرية شديدة يكون لديهم اضطرابات نزيف موروثة تساهم في هذه الظاهرة. هذا هو التعريف الرسمي للنزيف الشديد. إذن أكثر من 80 مللتر من فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، هذا ليس بأكثر التعريفات عملية، لأنه مع وجود هذه الحالة البعض بإمكانهم أن يتمكنوا من تحديد حجم أو كمية الدم التي يفقدونها. بالنسبة للكثير من المرضى، علينا أن نفكر بالأمور الأخرى التي تتداخل مع كمية الدم المفقود، إذ الاضطرار لتغيير الفوط مثلا كل ساعة أو حتى أكثر من ذلك، أو وجود نقص في الحديد أو ضعف دم، أو أن كثيراً ما تتسرب دماء الدورة الشهرية إلى الشراشف والفراش، وأن هناك نزيف مستمر لما يزيد عن 7 أيام. بهذه الشريحة أردت أن أبين ما تبدو عليه الدورة الشهرية العادية، أي تغيير الفوط بضع مرات بالنهار، أي أن تمر عدد من الساعات ما بين التغيير، أن يكون هيموغلوبين اعتيادي، وعدم وجود عجز بالدم أو ضعف بالدم. سيكون من غير شائع لشخص لديه دورة شهرية عادية أن يتسبب في تلويث الشراشف والفرشة بالليل، وأن الدورة عادة ما بين 2 إلى 7 أيام. كما قلت من قبل، عادة يكون وجود خلل في النزيف قد يكون سبب في ذلك، لأنك أسباب أخرى من المهم أن ننظر فيها. هذه تشمل بعض الحالات الغير طبيعية في تركيبة الرحم، بعض الاختلالات في الهرمون، أي اختلال في موعد حدوث الدورة الشهرية، مشكلات في الغدة الدرقية، وهذا يمكن أن يحدث كذلك في فترة ما قبل انقطاع الدورة، فترة انقطاع التماث، وكذلك ما قلنا مشكلات أو اختلالات الغدة الدرقية تؤثر بذلك للنساء الأكبر عمراً، نريد الفحص لتأكد عدم وجود سرطان، أو ما إذا كان بعض الأدوية تسبب في اختلالات النزيف أو ما يسبب تجلطات الدم. النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية له تأثير كبير على حياة الناس، وتاريخيا كان هو سبب 2/3 حالات استئصال الرحم في سنوات الإنجاب. الكثير منها كان ممكن تفاديها، وكما ناقشنا هذا قد يؤثر إلى ضعف الدم ويتأدي إلى الغياب عن الدراسة وعن العمل ويؤدي إلى سوء نوعية الحياة. نلزم جدا أن نتعامل مع هذه المشكلة لنحسن طريقة شعور الناس. ربما كنت أتحدث عن هذه الأمور، أريد أن أقول بأن المشكلة في تحديد شدة الدورة الشهرية كان له علاقة بالتمييز على أساس الجنس، وإذا كنتم مهتمين بالقراءة عن هذا الأمر بإمكانكم أن تقرأوا الورقة التي كتبتها زميلتي أنجيلا واين التي تركز على هذا الأمر وعلاقة ذلك بدورة الشهرية الشديدة وعدم الوعي بهذه المشكلة. سأتحدث عن الموارد المتاحة والأدوات التي تم تطويرها لمحاولة المساعدة في التحدي المتعلق بالتعامل بالشكل الصحيح مع الدورة الشهرية الشديدة. أدوات تقييم النزيف هي عبارة عن استبيانات تم إعدادها. هذه تعمل على تقييم تاريخ النزيف وتحدد أعراض النزيف وتحدد كميتها، وهذه أداة فحص فعالة لمرض فان بوردن،
ومن الواضح أنها تستطيع تميز ما بين النزيف الطبيعي والنزيف غير الطبيعي والذي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام فيتم توحيد ذلك. إذن أدوات تقييم النزيف تم الاعتراف بها من قبل عدد من المؤسسات، وفي هذا الدليل أو الشهادات التوجيهية بشأن مرض فون بلدرن كان هذا مشروعا مشتركا ما بين المجتمع الأمريكي لأمراض الدم والمنظمة الدولية والاتحاد العالمي للهيموفيليا. كل هذه المؤسسات في هذه الإرشادات التوجيهية ركزت على تشخيص مرض الفون بلدرن، وهناك سلسلة من التوصيات تتعامل مع قيمة هذه الأدوات لأنها تساعد الأطباء الأسرة في الإجابة على هذا السؤال، هل هذا النزيف طبيعي أم لا، وهل يستدعي المزيد من التحري بشأنه. هناك عدد من المواقع الأخرى والموارد الأخرى التي تم إعدادها بشأن مشكلة شدة النزيف الدورة الشهرية، وفي الدائرة الحمراء نرى ما يسمى بالسيرفان، وهو أداة لتقييم النزيف، وهي متاحة مجانا، وهي تطرح سلسلة من الأسئلة بشأن النزيف الأفراد. في نهاية الأمر تقوم باحتساب درجة النزيف وتعطيكم تفسيرا لما إذا كان هذا اعتياديا أو غير اعتيادي، من عليكم أن تجعلوا الحصول على مساعدة طبية، وهذه بإمكانكم طباعتها وأخذها معكم وتحدثون إلى الطريق. هناك بعض الأمثلة الأخرى لبعض المبادرات التي نفذت من أجل التعامل مع هذا الموضوع. كود غوج هو مؤتمر كندي يركز على اضطرابات النزيف، والاتحاد العالمي للهيموفيليا عقد ندوة عالمية عن النساء والفتيات، ومثال دورتنا هذه أو ندوتنا هذه هي مثال على هذه المبادرات. Know Your Flow هذا الموقع الإلكتروني لـ Know Your Flow هو موقع إيرلندي، وهناك موقع خاص أيضا للاتحاد العالمي للهيموفيليا، وكذلك مؤسسة النساء والفتيات المصنعة باضطرابات النزيف. هذه بدأت في الولايات المتحدة وتركز على تحسين الرعاية المقدمة للفتيات والنساء. إذن أردت فقط أن أذكر بعض الموارد الأخرى المتاحة على موقعنا هذا Let's Talk Period. على هذا الجزء نرى الموارد المتاحة للممرضات، لمقدمات الرعاية الأولية، للمعلمين، وأمور متاحة. أردت هنا أن أركز على مورد حديث وضعناه بالنسبة لأطباء مقدمي الرعاية الأولية، وتيليان التي هي تعمل كان لك عدة ورقة تم قبولها يمكن أن تقدم إلى طبيب الأسرة، بالإضافة إلى هذا الدليل بشأن كيف ينبغي أن يعمل طبيب الأسرة شأن مشكلة إذا أتاهم أحدهم مع درجة اعتيادية أو إذا كان يشتكي من نزيف كثيف. إذن هذه نصائح عما ينبغي التفكير فيه وكيف ينبغي إدارة هؤلاء الأمراض وحالتهم، هؤلاء المرضى وحالتهم. بالخلاصة تحدثنا على أن الدورة الشهرية الشديدة أمر شائع، هناك عدد من الموارد والأدوات متاحة لمساعدة الناس في أن يعرضوا ما إذا كان نزيفهم الذي يصابون بها الدورة الشهرية شديدة وماذا ينبغي أن يقوموا به لمعالجة ذلك. أريد أن أقول أن هناك علاجات فعالة متاحة، وهذه تحسن من شعور الناس ومن جودة الحياة لديهم. أريد أن أشكر زملائي بالفريق وعدد من المؤسسات الممولة لنا. شكرا جزيلا على انتباهكم اليوم. أشكرها لهذا العرض الرائع الزميلة، و شكرا لك لهذا العرض بشأن النساء اللاتي يعانين من الحيض الثقيل. الآن أعطي الكلمة للبروفيسورة روشني كولكارني، وهي أستاذة
في علم الأمراض الدم في جامعة ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، جامعة ميشيغان الحكومية، وهي معروفة عبر العالم في مجال أذن الاضطرابات النزف، وكتبت الكثير من الكتب وحصلت على الكثير من الجوائز التي ستتحدث إلينا عن قضايا الحيض. و مرحبا بكم جميعا، وعيد سعيد في مناسبة يوم المرأة. أنا سأتحدث إليكم مع بعض التفاعل. لدينا لين فيليبس من نيوزيلندا، زميلة، وأيضا زميلة أخرى من الهند، وكاسيا من البنما. إذن حقيقة هذا هي مجموعة من الخبراء الدوليين. دعوني أخبركم ما هي إذن الفقر في مجال إذن الحيض هذا، وكيف يؤثر ذلك على الحياة. تحدثنا عن مستوى الحياة، ثم الوصمة العار والحلول. هذا هو التعريف، هو عدم إمكانية الوصول إلى الأدوات أو المعدات أو الأدوات الطبية، مثلا هذه الفوط الصحية، إمكانية الذهاب إلى المدرسة، وأيضا التسهيلات الخاصة بالاغتسال والتخلص من الفضائل. أريد منكم أن تتعرفوا على هذا، ليس فقط مجرد نقص الفوط. بإمكانكم تروا بأن هذا قضايا الحيض تؤثر على حياة النساء من منظور صحي واقتصادي وعلمي وثقة بالذات. هذا يؤثر على حوالي 500 مليون شخص الذين لا يمكنهم الحصول على هذه المواد الخاصة بمكافحة أو التعامل مع الحيض، حتى في البلدان المتطورة حيث أعيش. الكثير من الفتيات لا يذهبن إلى المدرسة أو إلى العمل بسبب أنهم غير قادرات على التعامل مع أو شراء المنتجات الصحية. بعيد كثير منهم فقراء وليست لديهم إمكانية شراء هذه الفوط. حسب تقرير لليونسكو، واحدة من كل 10 من الفتيات التي يعانين أو التي لديهن حيض لا يذهبن إلى المدرسة ولا يمكن أن يعيشن حياتهن بسبب الحيض وإمكانياتهم المحدودة. هذا غير عادل، والكثير من البلدان تضع ضرائب على هذه المنتجات، ولدينا الآن مجموعات ضغط لتجاوز ذلك. في اسكتلندا تخلصوا من هذه الضريبة. يمكن أن يكون هنالك ورق مرحاض في الحمام، ولكن لا يمكن أن تجدوا فوط صحية. هذا جزء من حياتهن، وبالتالي في أي حمام يجب أن يكون فيه فوط، وهذا جزء من حياة اليومية. إذا لم تكن حياة إذا لم تستخدمي هذه الفوط، وبالتالي صحية، وبالتالي يجب أن تكون عليها ضرائب. ما حصل تحت الكوفيد 19 هذه الجائحة أنه زادت هذه من الطين بلة والمشاكل، وارتفعت الكلف وزادت العزلة هؤلاء الفتيات. في أستراليا ونيجيريا والهند والولايات المتحدة الأمريكية والسويد، لندن إلى آخره، إذا كنتم تعتقدوا بأن نقص هذه الفوط وعدم إمكانيات الاستفادة من الاحتياجات الصحية هي فقط في بلد بعينه، فأنتم مخطئون. البلدان كلها تعاني من ذلك. انظروا إلى كم من المال تصرف هؤلاء الفتيات لعائلة فقيرة، هذا كثير من المال. هنا أسخف المنتجات والأرخص
هذه كلفته ربما الكبات هي أرخص ولكن يجب تعلم على استخدامه وأعرف بأن هنالك برامج في إفريقيا تعطى للفتيات كبات في المدارس لهذا الاستخدامها ولكن فكروا بالكلف للفتيات اللواتي يعانين من اضطرابات نزيف الكلف ستضاعف مرتين أو ثلاثة هذا كثير لعائلة بالكاد تستطيع أن تؤمن احتياجاتها ماذا عن الذين هم لا مأوى لهم هذه أمور يجب تدارسها هنا تظهر نتائج ذلك النزيف مثل الأنيميا وغيرها ونقص الحديد وغيرها من المشاكل والشريحة التالية تظهر نتائج عدم توفر هذه المنتجات الصحية الكثير لا يستخدم الورق العادي ربما لذلك وربما حتى ورق الموز وهكذا وهذا يعني يؤدي إلى مشاكل صحية ويشعرهم بالخجل ومشاكل حتى نفسية وضغط نفسي وتوتر وسوء مستوى الحياة ما هي الحلول سنناقشها هؤلاء الخبراء اليوم سنتحدث عنها وجدت بأن 85% من الجامعات في يقدموا مثلا الكوندوم المجاني في الجامعات المتحدة الأمريكية ولكن لا يمكنك أن تحصل على فوطة مجانا فيها إذن يجب أن ندعو إلى المساواة وحتى المستهدفون من الملونين من الناس هؤلاء يجب أن يستفيدوا أكثر من غيرهم هذه الصورة تظهر مستوى طبيعة الحياة ونوعية الحياة هنا يعني مستوى الحياة معني بأين تعيش علاقاتك الاجتماعية وضعك المالي إلى آخره المستوى الحياة في الوسط هنا هذا يؤثر على حياتك وعلى إذن مجالاتك اليومية مثل إمكانيات الحركة والاهتمام بالذات لو ذهبت إلى واحدة من العيادات هنالك إذن استبيان يتدارس ليس فقط وضعك الصحي والنفسي وحالة عظامك وإلى آخره ولكن كيف يؤثر هذا الأمر عليك كإنسان التالية هي تظهر الحياة مستوى الحياة وتأثير ذلك عليها مستوى الحياة هنا له علاقة بك بما في ذلك دخلك سكنك عملك توازن في حياتك هنا تركيز أكبر على أمور ذات صلة بطبيعة الحياة وآخر هذه الشرائح علينا أن نحتفل بفترة عندما الفتاة تبدأ بأن يحصل لديها حيض أفضل طريقة للحديث عن ذلك هو احتفال ببلوغها هذه الفتاة ونتحدث خلال هذا الاحتفال عن هذه الأمور والفكرة هو حل هذه المشاكل والوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالاستفادة من الأدوات الصحية مثل الفوط وغيرها الآن أعضاء اللجنة سيعطوكم الحلول شكرا مرحبا وعيد سعيد للجميع أنا من بنما في أمريكا اللاتينية إن هذه المشكلة مشكلة نقص المواد الصحية هذه مشكلة وفي بنما وحيث أن المراهقات ليس لديهن الإمكانيات لشراء إذن هذه القوط الصحية وحتى لا يمكنهم أن
يحضروا إلى المدرسة بسبب عدم وجود هذه الأدوات، وبالتالي هذا يؤثر على حياتهم، وهذا أمر شخصيا أنا أعرف الكثير من الناس يعني توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب هذه الأمور، وأثر ذلك على حياتهم وعلى نفسياتهم. والمرأة خلال فترة الحيض يجب أن تحصل على العناية اللازمة تجنبا لمثل هذه المشاكل. هذا الأمر لم يحصل لي فقط، كثير من النساء في بلدي وحتى في بلدان أخرى يواجهون نفس المشكلة. وكما قلت يجب زيادة الوعي لدى الأهالي والمراكز التثقيفية بشأن كيف يمكن هذا أن يؤثر على حياتهم وكيف تجاوز هكذا مشاكل. يجب أن نفتح المجال أمام المدارس لزيادة الوعي ورفع وعي هؤلاء النساء الفتيات. نحن قمنا بهذا الجهد في المدارس العام الماضي، كان لدينا أول اجتماع للنساء وشمل ذلك الأعمار المختلفة من النساء، وتم الحديث عن الوضع النفسي للنساء وتمت مناقشته عندما تحصل لديهم الحيض، وأيضا التغييرات الجسدية التي تواجهها المرأة، وكذلك تم طرح أسئلة والإجابة عليها في مجالات مختلفة، ولكن دون ذكر أسماء، لأن نعرف بأنه لو لم تكن هذه مفتوحة وبدون أسماء لن يجرؤ أحد على الحديث. فأعطيت لهم أوراق وكتبوا أسئلتهم، وكان ذلك مدهشا عدد الأسئلة التي حصلنا عليها بسبب استخدام هذا الأسلوب، أي حماية إذا هوية الشخص الطارح للسؤال. وتم إذا مناقشة مسألة نقص هذه المواد الصحية مثل الفوط وما شابه لتجاوز هكذا أوضاع الفتيات من كل الأعمار. كان عليهم أن تفاعلوا بالأحرى، وتم الاستفادة من تجارب الجميع في هذا الشأن، وحل الكثير من الأسئلة التي كانت مطروحة ولم يجرؤ أحد على الإجابة عليها. هذه نعم خطوات بسيطة لكنها يعني لها الكثير من الأثر، لأن هنالك الكثير من النساء راغبات في العمل لصالح إذا تجاوز مشاكل كهذه والحصول على حقوقهم. وزارة الصحة في بنما دعت إلى أن يكون هنالك إذا توزيع مجاني لهذه الفوط والاهتمام بالوضع الصحي للفتيات. هذا هو الحال في بنما، حيث بدأنا هذه عملية الحديث عن قضايا الحيض هذه وكل ما يتعلق بها. شكرا لكم. صباح الخير وشكرا لعروض الجميع. أنا من نيوزيلندا واسمي لورن فيليبس، وحقيقة أنا متحمسة للحديث إليكم بشأن هذه الأمور الفنية المحضة. زميلتي سبقت تحدثت عن التحديات التي تواجه الفتيات خلال فترة الحيض، ولكن أريد أن أتحدث عن التجارب التي تمر بها هؤلاء النساء. 1917 أنشئت جمعية الهيموفيليا في نيوزيلندا، قمنا بفعاليات ودراسات وتبين بأن النساء لا يخفين قضية الحيض الثقيل هذا، وبالتالي في هذه الفترة هناك استخدام كبير
المنتجات 82% كانوا يستخدموا أكثر من إذا فوطة في آن واحد أو اثنتين فوق بعضها البعض بسبب الحيض الثقيل. ما وجدناه أيضا، وأعتقد أن هذا كان قادما، بأن 43% من النساء تحدثوا عن صعوبات مالية بسبب استخدام أو شراء الكثير من هذه المواد الصحية. أنا أتذكر بأن عندما كنت شابة كنت أعرف بأن شراء هذه كانت مكلفة، 10 فوط كانت مكلفة للغاية خلال فترة شبابي. أيضا هنالك لدينا أكبر عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تساعد هؤلاء الفتيات اللواتي يعانين من نقص المواد الصحية والفوط الصحية. نحن نسعى لدعم هؤلاء النساء عبر حملة نقوم بها لتخفيض الكلف التي يتحملها هؤلاء. لا يوجد هنالك إذن ضرائب على ورق الحمام، فلماذا علينا كنساء أن ندفع الكثير من المال مقابل شراء الفوط الشهرية؟ أنا تدخلي هو أنني عضو في جمعية خيرية دفعت لإحداث التغيير في بلدي بشأن استخدام الفوط الصحية وتخفيض سعرها. تحدثنا عن قضايا كثيرة، ولكن واحدة من الأمور التي قمنا بها هي تطوير هذه الأعمدة الثلاثة، وهي الحوار والتثقيف والوصول. الحوار هو بشأن التخفيض من هذه وصمة العار. فعندما نتحدث عنه نتحدث عن منتجات الحيض، وبالتالي إزالة العبارات التي فيها وصمة، والتواصل مع الهيئات والحكومات والجمعيات والمؤسسات للوصول إلى هذه النتيجة. واحدة من الأعمدة الأخرى، أهمية الحوار، هو خلق إذا أماكن آمنة لكي يتحدث فيها النساء عن مشاكلهن. في خلال الجائحة تبين لنا بأنه لا نلتقي كثيرا مع الناس وجها لوجه، فبالتالي قمنا بالحديث إليهم عبر إذا الشاشات بغاية تخفيض مثلا هذه الوصمة العار بشأن الحيض. العمود الثاني هو التثقيف. إذا من المهم بمكان أن نثقف ليس فقط من لديهم حيض، ولكن الآخرون. مثلا ماذا بشأن هذا الذي يعني لديه حيض شهري؟ ثم وجدنا بأن البرامج مهمة على مستوى المدارس، حيث النساء اللواتي يعني تحصل لديهم مثل هذه الأمور قبل وقتها، فبالتالي التخفيف من الوصمة والبدء بهذا الحوار مبكرا، بحيث الناس الذين نريد أن نطرح عليهم تقديم المساعدة نحصل عليها منهم بشكل إذن ميسر. طبعا قضية الوصول لهذه المنتجات الصحية أمر في غاية الأهمية، ولا تكفي قضية التثقيف. نحن محظوظون في نيوزيلندا لأن الحكومة قررت عام 2000 بأن منتجات الفوط هذه الصحية سيتم توفيرها في كل المدارس. بالتالي بدءا من عام 2000 بدأوا مشروع أو برنامج تجريبي لشراء هذه المنتجات بدعم من جمعيات خيرية وتزويد المدارس بها. وجزء كبير من هذا الجهد ليس هو فقط بشأن أنك ممكنك أن تأتي إلى
المدرسة وتأخذ 4 أو 5 هذه الصور، فهي موفرة للأشخاص الذين يعني يعانوا من النزيف، وبإمكان حتى أن يأخذوا منها إلى البيت، بإمكانهم أن يأخذوا قدر ما يريدوا، بعكس عما كان بعكس ما كان عليه الحال في السابق تحديد الأعداد. ليس منتج واحد، ولكن يعني ما هو متوفر لكي يتجاوز أيضا لهذه الوصمة. كما سبق وقلت، فإن هذه التجربة كانت ناجحة جدا في تخفيض الكلف على الفتيات، لأن الكلفة ليست على الفتاة لوحدها، ولكن طبعا على أهلها وحتى وكثير من غير مقتدرون. علينا أن نفكر بالمجتمع وبالفتيات والنساء اللواتي عشنا في ملاجئ وغير القادرات وإلى آخره من الفتيات، ولا يمكن أن حتى أن يستفيدوا من آلة غسيل الملابس وتغسل ربما ملابسها في الحوض ووجود 5 أشخاص في الغرفة. كل هذه الأمور تتم تدارسها ومناقشتها. هنا هذا السلم الخاص بالمساواة، تحدثنا عن المنتج وتحدثنا عن التثقيف، كلها تسير يدا بيد، والهدف هو الوصول إلى أعلى السلم. بالأسفل هو ما هو الوضع الحالي وما هو أسوأ سيناريوهات وكيفية الوصول إلى هذه المنتجات الصحية، وأرى بأن هذه أداة مفيدة جدا. كيف نستطيع أن نثقف المرأة؟ وفي الأسفل هنا بدأنا من الأسفل، وبدأنا بالمجتمعات المهمشة والنساء المهمشات اللواتي لديهن أيضا نزيف، وبالتالي يحصلوا على منتجات وعلى ثقافة. و الهدف هو إذا الوصول إلى هكذا نتائج، بحيث الناس يمكنهم أن يستخدموا هذا المنتج الذي يريدونه، وأن يعبئوا أيضا النماذج للاستفادة من هذه المنتجات التي توزعها مجانا كما قلنا. وما يهمنا هنا هو الحديث عن الحيض وليس عن أشياء أخرى، ولكن الفكرة كانت كل وراء كل ذلك هو الإفادة، ولا نعد نقول بأن لسبب أو لآخر نستخدم لون أزرق بدلا من الدم عندما تكون لك دعايات على التلفاز. فأنا يعني لا يخجلني اللون الأحمر، وأقول بأننا يجب أن نظهر الحقيقة، نظهر الدم ونظهر ما تعاني منه المرأة وما يعنيه حصول الحيض لها. فهذا يؤثر كثيرا من أجل إذا الدعاية وتجاوز الوصمة. أعتقد بأن هذه الدعايات يجب أن تتوقف عن استخدام هذا اللون الأزرق، ويجب التفكير بكل المهمشين في المجتمعات للاستفادة من هذه المنتجات المجانية وهذه الخدمات. شكرا لكم. أنا أنوباما من الهند، سنتحدث اليوم عن بعض التجارب التي أنا واجهتها، وأخرى من الرائدات النساء الرائدات في الهند، وبعض الحلول التي تم التوصل إليها لتجاوز نقص هذه المواد أو الصحية. يجب الحديث عن الحيض بدون إذن تحفظ، الناس قد يخجلوا أن يتحدثوا أمام الجمهور بهذا الشأن. بداية يجب أن نفتح لهم مجال للحديث عن طريق ربما مجموعات نسوية
على المستوى المحلي والإقليمي وأوسع من ذلك، النساء بحاجة إلى عقد اجتماعات والحديث عن هذه الأمور. مؤخرا بدأنا إنشاء مجموعة فقط للنساء الرائدات ومن لديهم أيضا اضطرابات نزيف للحديث عن هذه الأمور، لأن كلهم يواجهون نفس المشكلة. بداية يجب أن نتعرف على المشكلة. بالنسبة للنزيف لدينا مشاكل أخرى تحصل، تدفقات أكبر والفترات تكون أطول، ويرتبط ذلك بمشاكل كثيرة، وبالتالي هذا يعني كلف أعلى، وهنالك كلف أيضا مخفية، مثلا هنالك أحيانا ملابس تتسخ ونحتاج إلى تغييرها واستبدالها، وبالتالي هذه كلف مخفية. وأحيانا نختار هذه الألوان الغامقة حتى لا تظهر آثار هذا الحيض عليها، وبالتالي استخدام هذه المنتجات لفترات طويلة قد نواجه مشاكل في حساسية الجلد، وهذا الأمر ليس فقط مرتبط بالكلف هذه المنتجات الصحية، ولكن كلف أخرى مرتبطة بهذا الأمر. كثير من الأحيان يواجه الفتيات مثل هذه المشاكل، مثلا النزيف يحصل وتتسخ الملابس أمام الجمهور، هذا ربما لأننا المنتجات ليست كافية أو الفوط غير كافية، أو أن الفتيات تستخدم فقط فوطة واحدة تستبقيها لفترة أطول، مما يؤدي ذلك إلى هذا الوضع. أعرف الكثير من الفتيات يستخدموا الفوطة كل يوم، وأنا قمت بذلك في السابق، ولكن كثير منا يحتاج أكثر من واحدة، البعض يستخدم تنتين في آن واحد، وبالتالي هذه مشكلة لا تمس فقط جيب الشخص، ولكن الثقة بالنفس التي تتضرر بذلك. ما هو الحل؟ الحل هو مشروع لإنتاج فوط صحية في الهند، بدأناه مع جمعية غير ربحية تتولى تصنيع هذه الفوط. بإمكانكم أن تروا، جميعنا يحمل هذه الفوطة في ورشة وطنية، ونحن قمنا بدعم هذه المشاريع الموجهة للنساء. هذا طبق بشكل فاعل وتم توسيعه. هذه واحدة من هؤلاء المستفيدات، يتم إعطاؤهم 10 إلى 20 فوط، علبة كل واحدة تحتوي على 7 فوط، وبالتالي هذا مشروع أنتجته الهيئة الوطنية للجمعية الهيموفيليا في الهند، ولكن مشاريع أخرى قامت بها أفراد. قد لا تكون كافية هذه الفوط، ولكن ماذا عن تمكين المرأة؟ عن طريق بعض المنح التي حصلناها استطعنا بأن ندعم الكثير من النساء لكي يتولوا حياة بطريقة أفضل. وأيضا هناك بعض الأعمال الأخرى التي مبادرات تهمتها جمعيات أخرى، وللتثقيف بشأن إذا استخدام هذه الفوط الصحية. ولدينا أيضا وحدة تثقيف على المستوى الوطني، وهنالك أيضا هيئة في كالكوت للتثقيف بشأن استخدام الكبات، وأيضا تقديم النصح والمشورة والأساليب الآمنة للنساء اللي يعانون من النزف.
أريد أن أضيف مبادرتين إضافيتين من قبل ولاية كيرلا في الهند، حيث قدموا خيار للحصول على فوط صحية مجانية لكل النساء من صف 6 إلى 12، ومؤخرا هنالك جمعية إذن تقوم بتقديم 5000 كب للفتيات في المدارس. هذا شعار النساء في الأمم المتحدة، حيث المرأة تحمي المرأة، لأنه في كثير من الأحيان مثل هذه الأمور الصحية وتقديمها للمحتاجين أمر في غاية الأهمية، وبالتالي هذا نأمل بأن يصبح مستداما مستقبلا. ولكن فقط هذا لا يكفي، واحدة من الأمور الهامة هي بشأن إذن التساوي، المساواة الجندرية. مشكلتنا هي بأن لدينا مشاكل في اضطرابات النزف، فبالتالي هذا سيساعد. فإن ذلك سيساعدنا بالتعامل مع هذا الأمر. شكرا للجميع. فيما يلي لدينا جوي تشال من ماليزيا، وقد بدأت في نظام البولان هذا لإيقاف هذا الأمر في ماليزيا. شكرا على هذه المقدمة، وشكرا على الاتحاد العالمي للهيموفيليا لدعوتهم لنا. في نهاية ديسمبر كان تعرضت ماليزيا إلى كارثة كبيرة. كان هناك كثير من التبرعات نتيجة هذه الفيضانات، ولكن كان هناك شيء ناقص، الفوط الصحية النسائية. ما حدث عندما أصبح هناك إغلاق، فقد الناس وظائفهم، وأصبح هناك حاجة لتقديم تبرعات، ولكن لم يكن هناك أي منتجات خاصة بالدورة الشهرية. والموضوع الشائع أو أنه لم يدرك أحد هذه المشكلة، عندما كان يفكر بالإغاثة يفكر بكل شيء، ولكن متى نفكر بالفوات الصحية؟ هذا كان نتيجة أن هذا الموضوع لم يكن من المواضيع الشائعة في ماليزيا، وبالتالي أثناء هذه الأزمات لم يكن هذا الموضوع يعطى الأولوية. وهذا عدم توفر هذه الفوط الصحية أو مستلزمات الدورة الشهرية كان يمثل مشكلة، ولم يكن هناك إحصائيات، ولكن أي أزمة من هذا القدر تؤثر على هذا العدد من الأشخاص كانت ستنتج عنها المعنيين أو الشهراء المشهورين يتحدثون عن ذلك. ولكن بالنسبة لهذا الأمر، موضوع الدورة الشهرية كنا المواضيع التي يتحدث عنها، ولحل هذه المشكلة علينا أن نحددها، لكن كيف لنا أن نجعل الناس يتعرفون عن الموضوع عندما لا يتحدث عنه؟ وعند إدراك هذا الأمر، أنا والمشاركين أردنا أن نقضي على عدم الإلمام بهذا الأمر، وبدأت بمجرد مكالمة على زوم، حيث تناقشنا بقصصنا المضحكة بالنسبة للدورة الشهرية، وتوصلنا إلى إدراك أن التثقيف في مجال الدورة الشهرية لم يكن متاحاً. وأحدنا سئل ما إذا لو كانت هذه الدماء موجودة في الشخص، لماذا ينبغي أن يستمر النزيف لمدة 7 أيام؟ وتحدثنا مع السفارة الأمريكية وحصلنا على منحة لمشروعنا، نبين أن كل شخص بإمكانه أن يحدث أثراً. شريحة التالية، وبشكل خاص كنا نهدف 3 شيء: التعليم والإنشاء والتمكين للتعامل مع كافة جوانب عدم أو فقر مواد الدورة الشهرية. وأملنا أن هذا سيساعد الجماعات المختلفة لتحدث مواضيع مختلفة من الدورة الشهرية لكل ما يتحدث بالموضوع، حيث أسسنا نظاما بحيث أن
المراهقات بإمكانهم أن يطرحوا أسئلة عن الدورة الشهرية، والمشاركات بإمكانهم أن يتقنوا بطلب لبرنامجنا التوعي لنقوم بتطوير مهاراتهم في المناصرة ليكونوا بناصب أنفسهم. وتحت تمكين كنا نهدف لأنه لا يمكن التعامل بعدم الكفاءة مع المعنيين، حيث يتعلق ذلك بتوفير الفوضى الصحية أو جمع البيانات لنتأكد من أن هذا الموضوع هو موضوع ظاهر للعيان. وبناء على ثلاثة إيس توصلنا حوالي 150 ألف بورشات عمل، وقامنا بجمع حوالي 22 ألف دولار كندي، وسمح لنا بأن نوفر فوض صحية كافية للمستفيدين. بعد تعامل مع موضوع التوعية بهذا الشأن، كان لدينا فقط 1000 تابع على الإعلام الاجتماعي، لكن وصلنا إلى آلاف من الناس. كما أن تمكنا من أن نحول 30% من المشاركين في ورش العمل إلى متطوعين، ومستقبل المناصرة في ماليزيا يبدو مستقبلا مشرقا. وفي حين أن هذا الأمر قد يبدو عبارة عن فقط مجموعة من الأرقام قد لا يكون لها أي معنى، لكن بالنسبة لنا كانت تثبت أننا في طريقنا للقضاء على هذه الأزمة في ماليزيا. ومؤخرا إحدى الولايات في ماليزيا وضعت خطة لوضع آلات تتضمن فوضى صحية في مناطق مختلفة لتثبت أن هذا الأمر أصبح أكثر ظهورا. ونحن ملتزمون للتحدث عن أولئك الذين ليس لديهم صوت، ولتمكينهم بالمعرفة لكي يتمكنوا من أن يناصروا بأنفسهم وأن يغيروا التفكير الخاص بالدورة الشهرية إلى تفكير إيجابي. فنحن لن نرتاح إلا أن يتمكن كل من لديه دورة شهرية أن تحصل على ما تحتاج إليه بكرامة. شكرا لك، لقد كان هذا حديثا رائعا. أعتقد أنه ينبغي أن نهنئك على كل هذا العمل الذي قمت به، وعليكم أن أنا متأكدة من الجميع يوافقني الرأي. شكرا جزيلا، نأمل أن نتمكن من العمل سوية، وبالتالي أعتقد أن هذا سيكون آخر حديث لنا اليوم. سأعطي ميلين استراحة وسأحدث أنا هذه المرة، سأتحدث إليكم عن أهمية التعاون ما بين أخصائي أمراض الدم وأخصائي أمراض النسائية، وسأثبت ذلك من خلال حالة لدي. أن الفتيات المصابات بدورة شهية شديدة ينبغي إحالتهما إلى طبيب نسائي مختص بعد أن نكون قد استبعدنا أي أسباب أخرى. فعادة يأتون إلينا، وحوالي 15-30% من هؤلاء يكون لديهم اضطرابات بالنزيف، وهذه الصورة تثبت ما أقصده. كانت هذه الصورة السيدة لديها دورة شهرية قوية، وهذه السيدة التي عمرها 18 سنة أشيرت إليها كانت تعاني من هذه الدورات الشهرية منذ بداية حيضها في عمر 13 سنة، وكانت مضطرة لتغيير الفوضى الصحية كل ساعة، وكانت تحتاج إلى زيارات شهرية طارئة إلى قسم الطوارئ، وكذلك عمليات نقل دم شهرية. ولا ينبغي أن نخجل من أن نظهر هذه الفوضى. إذن كان له أثار كبيرة عليها اجتماعية ونفسية، لم تكن قادرة على الذهاب إلى المدرسة، وطبعا لأن دورتها الشهرية كانت تطول لأيام ولم تكن قادرة على أن يكون لها حياة اجتماعية، وطبعا هذا أثر عليها فأصبحت لديها شعور بالعزلة، وأحيانا كانت بحاجة لاستخدام صحف أو أوراق مجلات لأنه لم يعد معها فوض صحية. كانت أحيانا تستخدم حفاظات الأطفال. هذه الصورة هنا، هذا هو شعارنا لجمعيتنا في ماليزيا، هذا هو شعارنا، حيث هناك نقطة دم، وهنا مفروض أن هذه تبين امرأة.
كان لديها الكثير من القضايا الصحية كدائرة وسبب التعب، كان غير قادرة على التركيز في عملها، كانت تفقد شعرها وأظافرها ضعيفة وأعينها، وكانت دائما تأخذ ثلج وتأكل، وهذا ما يسمى بالباكوفيجيا، وكانت لم تصاب طبعا المضاعفات التي يخشى منها من نقل الدماغ، لكن أصابت بالومينايزيشن، كان لديها أجسام مضادة ضد الخلايا الدموية، وهذه قد تسبب مشكلات لاحقا إذا ما أصبحت حاملا، وقد يكلف ذلك الكثير من الأمراض، وقد يؤثر على الجنين، وهذا يكون أساسي ويسبب ضرر للمواليدها، وقد يسبب لها مشكلات لاحقا في حياتها. إذا ما قمنا به هو أن أنشأنا عيادات للنزيف مرة في الأسبوع، ونتلقى حالات تحال، أصبح نتلقى حالات عديدة من أخصائي الطب النسائي، وأنشأنا أعطينا علامة نزيف لكل هؤلاء النساء المصابات بذلك، وكنا نقوم باختبارات للدم بفحوصات للفحص على مستوى العامل الثامن وفون ويلبرون، وبعد ذلك كنا نختار المرضى للعيادة المشتركة التي كنا نقيمها مرة في الشهر. هذه هي ممرضة هنا، وهي تضع الحديد لهذه السيدة التي تعاني من فقر الدم. هذا ليس نقل للدم، بل هي نحن نحقنها بالحديد الشريحة التالية. إذن لدينا هذه العيادة مرة في الشهر، ولدينا فقط أخصائي أمراض نسائية للمراهقين، وأخصائي أمراض الدم، وممرضات، وأخصائي ولادة لننظر في قضايا اضطرابات النزيف. وهذه هي السيدة هنا في الشهر الثاني من الحمل، وبالتالي نحن ندير هؤلاء المرضى سوية وبنتائج جيدة جدا. إذن لدينا الكثير من برامج التوعية للنساء والفتيات المصابات باضطرابات النزيف، وهذه حالة واجهناها قبل شهرين، حيث كنا نتحدث عن الدورة الشهرية الشديدة. نصيحتي أنه علينا أن نوقف النزيف بالعلاج الهرموني لكي نتمكن من إيقاف من ألم الحيض، وكذلك بالنسبة للمضاعفات الأخرى علينا أن نحسن من النقص في الحديد، ونقدم الحديد عبر الشرايين. إذا علينا أن نوقف نقل الدم لأن عمليات نقل الدم لأنها تسبب مضاعفات، علينا أن نتأكد من أن تم معالجة نقص الحديد لديها. ينبغي التحدث مع مقدمي الرعاية الصحية، لا تخجلوا وقوموا بكسر هذا الحاجز وانفتحوا لهذا الأمر، لأن هناك كثير من الفوائد للتعاون، أنه من خلال ذلك بإمكاننا أن نحصل على التشخيص والإدارة المبكرة لنقلل من الزيارات إلى المستشفى وإلى دخول إلى المستشفى، وهذا سيقلص كثيرا من التكاليف ويحسن من نوعية الحياة. هذه هي أهمية التعاون مع أخصائي الطب النسائي. هل هناك أمور أخرى تريدون إضافتها؟ ميري، هل هناك ما تريد إضافته بهذا الشأن؟ أعتقد أن أهمية هذا التعاون ليس فقط أن المرضى تدار شؤونهم بشكل أفضل، ولكننا نثقف بعضنا البعض بشأن ما هو متاح. وأعتقد أن جمال هذا النهج المتعدد التخصصات هو أننا نطرح كل نضع لكم الأمور جانبا. كنت استفدت دائما
من ما قمتم بإعداده في المستشفى العام في كوالا لامبور كل هذه السنوات السابقة، وأعتقد أن عملي استفاد كثيرا من هذا العمل. كما أن العاملين في الجلسة ينبغي أن يتحدثوا سوية، لأنه في نهاية المطاف آنذاك مرضانا سيستفيدون أكثر من أي وقت مضى. كما أن ينبغي إعلام الناس بما هو طبيعي، بحيث أن تكون حالة غير طبيعية يعلمون بها. إذن عندما لا تكون أمور طبيعية فأرجو أن تتقدموا بطلب المساعدة. هذا كل ما لدي. شكرا لك يا ميري. شكرا للجميع. أعتقد أن وصلنا إلى نهاية عروضنا، وهذا سينقل إلى أسئلة الإجابات. أرجو أن تطرحوا أسئلتكم في صندوق الأسئلة والإجابات. لست متأكدا مما إذا كان المشاركين قادرين أن ينضموا إلينا في هذا الحديث ليظهر الأسئلة. أعتقد أنكم بالنسبة لجميع المتحدثين، دعونا نفتح الفيديو. لدي قائمة بالأسئلة التي، وسأبدأ بالسؤال. تحدثنا عن المسح الذي أجري بنيوزيلاند، وأتساءل ما إذا كان الشخص آخر، وكنت أتحدث هنا عن أوباما أوكاسي، هل قام أحد آخر بإجراء مساحات؟ وهي المعلومات التي توصلت إليها من مجتمعات جميلة. رشمي، هل تعرفون ما إذا كانت أجريت مساحات أخرى على مستوى المنظمات الوطنية الأعضاء أو حتى على مستوى أوسع؟ أنا نفسي لم أقم بمساحات، لكن قمنا بالعديد من ورشات العمل سويا، ونظمنا مجموعة تسمى هوان، وتعني باللغة الإنجليزية أصدقاء. فبالتالي نجتمع ونتحدث فيما بيننا عن مشاكلنا وكيفية تجاوزها والتعامل معها. شكرا. بالهند، هل تمكنتم من ذلك؟ أنا تشرفت بالذهاب إلى الهند والعمل مع النساء هناك، هم أقوياء جدا ومجموعة في غاية التفانى والقوة. أتوصلتم لشيء؟ لا، ليس بعد، لأن مجتمعهم ومجتمعهم الآن في طور التطور، ولم نصل بعد إلى النتائج المرجوة. نقطة البداية، التعرف على حيض عادي وحيض غير عادي. إلين، من منظور طبي، إذا دخل أحدهم إليك وبدأت بالقول أن هذا الوضع غير طبيعي، السؤال هل يوقفك هذا النزيف عن القيام بالأعمال المعتادة؟ وإذا كان هذا هو الحال، إذن فهذا غير عادي. الشيء الآخر التفكير فيه، إذا كنت تغير هذه الفوط بشكل كبير أو تستخدم أكثر من فوطة في آن واحد، هذا أيضا مؤشر. واحدة من الأسئلة التي أطرحها على النساء، هل تستيقظي في الليل لتغيير هذه الفوطة أم تضعي المزيد من الكميات على السرير حتى لا يتسخ؟ هذه أمور يجب كلها أن تأخذ في البال. لذلك ميلين، نحن نعتقد بأن هذا الأمر طبيعي لأنه يحصل معنا طوال العمر، وبالتالي أعتقد بأنه متصل بالنساء لكي يبحثوا عن ما هو غير عادي. مثلا الاستيقاظ في منتصف الليل لتغيير الفوطة، لا، هذا غير طبيعي. البعض يراه طبيعيا وهو ليس كذلك. جميلة، أعتقد بأن على النساء يجب أن يرفعن أصواتهن وليس أن تبقي ذلك لك. ما لم ترفع صوتك فلم نعرف مشاكلك. ارفع صوتك سيدتي واكسري هذه الحواجز
هذه الطريقة الوحيدة التي عبرها نستطيع أن نساعدك فيها، لا تخجلي. في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مراكز الهيموفيليا نجمع الكثير من البيانات والمعلومات من النساء والرجال والذين يعانون من اضطرابات النزيف، وبما في ذلك معلومات عن الحيض، والممرضات الرائعات يقمن بإذن مثل هذه التقييمات، وهذا أمر منتظم نقوم به في عيادتنا، نجمع منهم البيانات. وواضح عندما نلتقي بهم، بالعادة أنا كنت أفعل ذلك، وأحيي كل الممرضات عبر البلاد، هم أفضل من يتعامل مع المرضى. أحيانا المرضى يخشون الحديث مع الطبيب، ولكن يعني يكون هناك انفتاح أكبر مع الممرضين، وبالتالي هم خط الدفاع الأول هؤلاء الممرضين، وبالتالي نحن نتعامل معهم من أكثر من زاوية هؤلاء النسوة، وبالتالي هذه واحدة من الميزات. ثم هنالك عيادة الفتيات والنساء، في الحقيقة هذا أصبح جزء من فريقنا هذا الجهد، ونأمل بأن نشرك أيضا هؤلاء الممرضات ومجتمعات الأمس وغيرها. من جهتنا علينا أن نشركهم، كما قالت جميلة، هم أيضا عليهم أن يعملوا على التوعية. شكرا يا رشني، أعتقد أن هذا أمر سمعته عبر عرض لورنس وجو بشأن إذن تطبيع النقاش بشأن الحيض. ليس فقط الحديث عن هذا الأمر في العيادات، ولكن تطبيع الأمر بحيث الكلام يكون متاح في كل المجالات. كلما فعلتم المزيد، كل منظماتنا تستطيع أن تصل إلى النتيجة المرجوة. أنا أعجبتني الأشياء المختلفة التي تحدثت عنها كاثي في بشأن بنما، والحديث والسماح بأن يتم الحديث عن هذه الأمور. السؤال التالي، هل تعتقد بأن الحاملين أن يحصلوا إذن على الكلودينج فاكتور، إذن الفاكتور الخاص بالتسخير الدم تجنبا للوقف أو تخفيف من هذا الحيض؟ نعم أوافق، مثل هذه الفاكتورز يمكن أن تمنح، فاكتور 9 أو فاكتور 8 يمكن أن تمنح لهذا المريض خلال هذه الفترات، ليس الفاكتور لوحده. فهل أنت تنزف أم لا؟ أنت إذا كنت تنزف بغض النظر عن ما يعطى إليك، تحتاج إلى هذه الأدوات وهذه الرعاية. وأنا أدعو الشركات لأن تجرب، تعمل تجارب على النساء في عياداتها ومختبراتها، للتعرف على أهمية هذه المنتجات وقدرتها على المقاومة. كثير من الشركات يعني لا تستبعد هؤلاء النساء عند القيامة عندما يقوموا بتجارب على المنتجات الجديدة. كلام سليم. جميلة. نعم. نعم، الفاكتور ليفل نبقيه على المستوى المنشود، ونبقي عيننا مفتوحة بحيث نستطيع أن نواصل العمل بهذا المجال. الفاكتور ليفل لما لا؟ لمدة أسبوع ونصف مثلا،
ولكن الفكرة هي تثقيف الأمهات والحاملين للتخفيف أهمية التخفيف من النزف. عبر هذا الحوار المشترك سيتم التعامل مع كل هذه القضايا كما قلنا، والتواصل مع مراكز الرعاية والعناية، هذا أمر مهم. أريد أيضا أن أشير إلى جملة تتكرر كثيرا ونستخدمها في مجال الهيموفيليا وليس مع الفتيات، وهو القرارات المشتركة. علينا أن نكون جزء من النقاش السائد وأن نأتي بالنتائج سويا سواء مع أطبائنا. أريد أن أدعو إلى ذلك. قد يكون مقترح بسيط، مثلا أريد أن ألد في البيت مثلا. المرضى أحيانا يشعر بأنني يعني أنا مضطربة وأريد أن ألد في البيت، وأقول بهذه الحالة أجيبها قائلة لا، نعم أنا سأقول لها لا، وأحاول أن أقنعها بأن أأمن لها بأن تذهب إلى المستشفى لتلد هناك. أتفق مع دكتورة جميلة والزميلات الأخريات، هذا مثال ممتاز شأن هذه المقاربة المتعددة في الأطراف. ودوما ننسى بأن النساء اللواتي يعانين من اضطرابات نزف لديهم أيضا مشاكل أخرى بخصوص أيضا الدم، أمراض الدم. قال لي أحدهم أن نستطيع أن نوقف النزف لكن لا يمكن أن نوقف الجلطة أو نعيدها إلى الخلف. هذا أمر أيضا يذكرنا جميعا بأهمية رعاية هؤلاء مرضى النزف اضطرابات النزيف. لأن باتريشيا سألت كيف يمكن أن يساعد التعاون ما بين أطباء أمراض الدم وأمراض الولادة وأطباء الولادة والأمراض النسائية. لو كان هذا الطلب، إذا كان هنالك طلب فهنالك أيضا عرض. أعتقد بأن الحاجة إلى الوصول إلى نتائج مشتركة. نحن في القرن 21 والناس بحاجة إلى أن يثقفوا بعضهم البعض بهذا الشأن. وأحيانا الأطباء يعني يعيقوا مثل هذا الجهد ولا يتم اعتماد سياسات جديدة، يعني نحن ربما غير معتادون عليها. وبالتالي لو كان هنالك طلب سيكون هنالك عرض، هكذا أرى الأمور. ما أدهشني في عرض الدكتور جيمس هو أخذ العينة وطباعتها وإرسالها إلى الطبيب. نريد أن نعرف ما هي الأدوات. طبعا يمكن أن تذهب إلى الموقع الهيموفيليا الكندي لتجد الطرق والوسائل للمناصرة، ولكن نريد أن يكون هناك شيء يفتح عيون الأطباء بشأن ما هو حاصل في العائلة لديكم، والعائلة كلها تتعامل بهذا الحال. طبعا هذا حصل معنا، هذا يعني ورثناه هذا النزف، ولكن لم نصل بعد إلى النتائج المرجوة. إذا ربما لم يسمعوا عن هذه الفكرة، هل تسمعونها لأول مرة؟ هذه أداة ممتازة يمكن أن نستخدمها كمنظمات محلية. نضع هذه الأمور على موقعنا، ويجب أن نكون قادرين على الوصول إلى الناس. ولكن حتى لو وضعناها على موقعنا لا يزال نفتقد عدد كبير من السكان ينزفون ولا يحصلوا على العناية الطبية. مؤخرا الممرضات المدربات
قمنا بتدريب ممرضات آخرات على بعد حوالي 900 كيلومتر من موقعنا بشأن كيفية تدريب إذن أصحاب العلاقة على التعامل مع حالات كهذه. فواضح بأن المريض يمكنه أن يقوم بالدعم نفسه، ولكن طبعا الممرضون والمرضات بإمكانهم تقديم الدعم والمشورة، وأطباء أمراض الدم أيضا في هذا السبب. شكرا. أعتقد لدينا تبقى 3 دقائق فقط. أعرف سارت الأمور بسرعة كبيرة، ولدي 12 سؤال في الشات بوكس. أنا آسفة لا أستطيع أن أجيب عليها كلها، لكن شكرا لهذه المشاركة الفاعلة معكم، حصلنا على هذا النقاش الهام. لورين، ومن ثم شريحة بشأن المؤتمر القادم. لورين، عودة إلى المسح، كيف تم تطويره وكيف تم توزيعه وكيف جذبت الانتباه إليه؟ شكرا لك. المنهجية التي استخدمناها لا أتذكرها كثيرا، ولكن أعتقد بأنه تم تطويرها عبر إذا العمل مع نساء قطريات، وقمنا بتوزيعها على القادة من الممرضين، الممرضات بالأحرى، واستفدنا من التجارب المختلفة لهم، وتحدثنا عن التجارب المختلفة هنا وهناك، وبالتالي انطلاقا من هنا تمكنا من بناء إذا هذه الجهود وهذا الحماس لغايات السير في هذا الاتجاه، وهذا حقيقة كان مفيد، وتحمس الكثير للقيام بهذا الأمر. فبالتالي برأيي يجب أن نتناقش مع المعنيين وأن نظهر لهم إذا طريقة العمل والسير بهذا الاتجاه، والاستفادة من كل الفرص المتاحة لغاية إذا حل هذه المشاكل. إذا أنا أخذت صورة عن هذه الشريحة لأن البيانات التي فيها كانت قوية وتعلمنا منها كثيرا. أمر آخر هو الحوادث أمام إذا التثقيف، بدون بيانات لا يمكن أن نصل إلى نتائج، والأطراف المعنية الشركات تأمين وإلى آخره لا يمكن أن يدفعوا مقا للنساء اللواتي يعانون من اضطرابات النزيف. نحتاج إذا إلى البيانات، هذا هو دورنا، دورنا هو أن نجد طرق لجمع البيانات حتى نستطيع لاحقا أن ندعو إلى رعاية هؤلاء الفتيات والنساء. أرغب أن أشكر كل المتحدثين اليوم وأيضا المشاركين في هذه الندوة، وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الهيموفيليا سيكون هنالك تتبع للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات النزيف، وبالتالي أدعم كثيرا هذا الجهد. وبالتالي عندما يتم إذا التتبع أرجو التسجيل، هناك بإمكانكم أن تحضروا على هذه الفعالية الخاصة بتتبع الحالات، إما بشكل شخصي أو بشكل افتراضي. سيكون ذلك حالة دراسية يوم الأحد بشأن حالة نزف اضطرابات نزيف، ممتازة لأي من يهتم بمثل هذه الحالات. تمكنا من التعامل معها حالات كثيرة، وهنالك مجموعة تناقش كيفية إدارة الحالات غير الاعتيادية. هناك مختبرات تتم تنجز جهدا بهذا الاتجاه، وأيضا الحالات النزف الغير الاعتيادية وتجاوز للحالة لديكم في دبليو دي وكذا، والحديث عن الحالات المختلفة وما هي الخبرات التي لديكم.
لدينا تركيز على صحة المرأة ومعاناتها وقضايا أيضا ثقافية. سمعت اليوم قضايا تعتبرونها تابو أو محرمة، لا يوجد محرمات بهذا الشأن، يجب الحديث بشكل مكشوف عن هذه المسائل المتعلقة بالحيض وكيف تسير الأمور، وكيف هذا تأثير ذلك على الأطراف المختلفة، وأيضا كل ما له علاقة بالبحث العلمي. شكرا جزيلا للجميع، كنا بحاجة إلى هذه الجلسة، تجاوزنا الوقت بضع دقائق. أشكركم جميعا، كنتم رائعين. ننهي اليوم هذه الورشة، الجميع يحق له الحصول على الصحة والمواد الصحية وعلى كل ما يحتاجه من مساعدة ودعم. سعيدة بالعمل معكم جميعا، أتمنى لكم أمسية رائعة، وإلى اللقاء، إلى اللقاء جميعا. شكرا لكم جميعا، المتحدثين والآخرين، شكرا، استمتعت كثيرا، شكرا، شكرا لكم.